Everyone can take a place for the presentation. الله هذا احسن تكريس يا تحسين البيئة، لأن الهدف أن نصل إلى 1,000,000 شجرة في هذا الموقف. لا أريد أن أطيل على الجميع بالكلام، لكن إن شاء الله أنه عندما تتضافر جهود كل الحاضرين وكل من يسعى لتحسين البيئة ويقضي على كثير من التلوث في محافظة البصرة، أيضا في برنامج الحكومة، هذه الحكومة برنامجها أخذت على عاتقها. يعني مجموعة 5,000 اللي بقى 3.5 يعني هنا 1,500 بالخور عندنا حدود 200 وبراس البيشة 700 وما مينا